يا خواتي متابعي قناة أبارتو موفاز، حياكم الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أبارتو موفاز كتواجد الآن في خواسوس المنابع الثلاث طريق إيموزان. غادي تشاهدوا معايا أخوتي واحد الدوبليكس اللي فيه ريد شوسي وكذلك فيه الفوقي. اخواني اخواتي، هذا هو الكارتي ديال تخوا سوس اللي كانت واجدو حنايا فيه. وغادي تشوفوا معنا الدوبليكس اللي فيه ريتشوسي والفوقي اللي قبلتكم هو هذا الحي. طبيعة الحال كتعرفوا طريق إيموزار، هاد المنابع الثلاث مزودة بكاميرات وكذلك وداديات. الدخلة خوتي الرئيسية هي هذه اللي غادي ندخلوا منها مباشرة. هنا يا اخوتي كتشوفوا الدخيلة كاملة واللي فيها الدار ديال الكونسياج وكذلك فيها الباركينغ ديال الطوموبيل. غادي نوريكم الدخيلة الاولى ديال هاد هاد الدوبليكس. هذا كاين الدخلة الاولى من هنا، يعني كندخلوا الريد شوسي وعاد كنطلعوا للفوقي. حنا غادي نبداو من الفوق ان شاء الله. فيه الاسانسور. اخواني اخواتي على بركة الله، هتشوفوا معايا هاد الدوبليكس اللي يعني ماشي جديد، دوزيام في تخوا سوس طريق موزان. كيف ما قلت لكم خوتي، هو كيتواجد في الطبق الارضي وكذلك كيتواجد في البروميان ايطاج. هنا الفوقي اللي فيه صالون كبير وكذلك فيه بيت وفيه كوزينه وفيه حمام وكذلك شيميني. هنا كتشاهدوا معايا خوتي الصالون اللي قبلتكم المساحه ديالو كتشوفوها انها كبيره، والارض كامله خوتي برغام. خوتي هذا الفوقي هذا اللي فيه صالون وفيه سيجور وفيه بيت وكذلك كوزينه وفيه حمام فيه 100 متر، والتحت فيه 37 متر اللي غتشوفوه معايا لتحت. هنا اخوتي كتشوفوا معايا الحي ديال هاد الدوبليكس. كيف ما قلت خوتي الدوبليكس كامل برخام، وكتشاهدوا معايا حتى الصباغه مازال ديال البلاتينيا هنايا في الصالونات. كيف ما تشوفوا معايا كاينين بعض البلايص اللي خصهم الاصلاحات. هنا كاين صالون سيجور اللي كتشوفوا معايا السقف ديالو مختلف على السقف ديال الصالون، وكذلك الشوميني اللي قبلتكم، وهذا خوتي البيت اللي غتشوفوه معايا كذلك. البيت اللي المساحه ديالو كبيره اللي مصوب بالعمره، الانسان حتى لما يعاود الصباغه العمره ويدير الصباغه ديال بلاتينيا تجي مزيونه. سراجل كبارين كتشوفوا معايا انه كبيرين كيطلعوا على الزنيقه منين دخلنا. هذا الانسان عنده جوج ديال البيبان، يمكن له يدخل من ريد شوسي وكذلك يدخل من هذا الباب الرئيسي اللي دخلنا حنايا منو. هنايا خوتي غادي نوريكم من بعد، غادي نوريكم الهبيطه ديالو باش غادي نهبطو لتحت. غادي تشاهدوا معايا هنايا كاين حمام وكذلك كاين الكوزينه. الحمام خوتي كتشاهدوه معايا اللي فيه طواليت ولافابو وكذلك فيه الدوش، وهذه الكوزينه اللي قبلتكم. الكوزينة خوتي اللي فيها بلاكار كبير وكذلك بلاكار من الفوق، فيها بلاكارات من التحت وبلاكارات من الفوق، يقدر الانسان يردها وكتبقي توصل حتى البلاكار ديالك تجي مزيونة. وفيها بالكون خوتي اللي الإطلالة ديالو جاية على الدخيلة منين دخلنا، مصوب هانتوما كتشوفو مصوب هاد الحديد اللي طار حتى الفوق على حساب اللي عندو وليداتو. هنا الباب ديال الكوزينه بالالومنيوم وكذلك بالالومنيوم مصوب كامل، وعاد كاين باب ديال الحديد خوتي اللي كيشد البالكون. هنا شاهدتوا معايا ان في الفوقي كاين صالون وسيجور وبيت، وكذلك كاين طواد حمام وكذلك كاين كوزينه. هنايا عوض ما ندخلو حنا من الباب باش تبان لكم الطلعه انها راه طلعه ماشي هبطه، حنا بدينا من الفوقي ولكن غنهبطو دابا لتحت باش غادي يبان لكم ان تما كاين البيوت.
هذا خوتي هنايا باب اللي عنده وليدات تيخاف على الدريجات هنايا دايرينو، اللي ما بغاش يقدر يزولو يستغنى عليه. هبطنا خوتي مباشره لتحت اللي غادي نوريكم الدخله الرئيسيه ديال التحت، هو هذا الباب اللي حنا ما عندناش الساروت، دخلنا من الفوق. هذه الدخله اللي الانسان يدخل نيشان للبيوت ديال العاد، اللي لتحت فيه بيت جوج بيوتا وكذلك فيه حمام اللي غتشوفوهم معايا. هذا البيت الثاني اللي كيتواجد في هذا الدوبليك، كما قلت لكم خوتي بيوتا كبارين، وحتى هذا الريش صوتي بحكم انه عنده لاكاب من تحت ديال الباركين ديال الطوموبيل جاي عالي. هذا فيه بلاكار خوتي كيف ما شاهدتوا في الفيديو، الخشب حتى هو راه من نوعيه جميله، يعني من نوعيه مزيانه. هنايا خوتي كاين عاوتاني بيت اخر حتى هو كبير وحتى هو بلاكارات، يعني شفتوا معايا البيوت بجوج هنايا فيهم بلاكارات وكاين بيت اخر. هذا البيت خوتي دايروا بحال الصباغه هذه اللي كتشاهدوها معايا، هانتوما شفتو ان حتى لي شوسي تا هو فيه رخام، البيوتا فيهم رخام كذلك، والموقع اجمل بحكم انهم قريب الكلينيك النخي، قريب لاسويل، يعني قريب بزاف ديال المرافق هنا اللي قريبها، اللي الناس ديال مدينة فاس كيعرفو هاد المنابع الثلاث، يعني اللي معروفة بتخوا سوس. كيف ما قلتلكم خوتي الودانية وكذلك كاين الكاميرات وكاين سيكوريتي في الحومة كاملة. اخواني اخواتي كيف ما شاهدتوا معايا هذا الدوبليكس اللي فيه 137 متر، الثمن ديالو هو 85 مليون قابله للتفاوض، اللي بغى يجي يشوفو ما عليه الا يتصل بينا، اهلا وسهلا في اي وقت. اخواني اخواتي حياكم الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.